تجاهل أندر لملعب 5 جويلية بالجزائر لاستضافة قمة المباريات ودير بعربي في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بين فريق الشباب بلوزداد المستضاف مباراة اليوم وفريق الترجي الرياضي التونسي الضيف الثقيل اليوم. الكل يدمج تصوير المباراة، إذا ما عليك فضل الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة وشاهد معنا الفيديو حتى النهاية. سوف تلعب المباراة في تمام الساعة 8 مساء بكل من توقيت الجزائر وتونس والساعة 7 مساء بتوقيت غرينيت، وسوف تنقل تلعب المباراة على قناة بي ان سبورت 4 الناقل الحصري للمباراة. تجدون الربط في صندوق الوصف بجودة والإتداء بدون تقطيع. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وشاركونا توقعاتكم لهذه المباراة. من سوف يفوز الفريق الشباب بالوزداد المستضاف مباراة اليوم أو فريق الترجي الرياضي التونسي الضيف الثقيل اليوم؟